بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي نظام الثلاث والخمس سنوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الحشرات للصف الزراعي الثاني. كما تعودنا في إبداع مادة الحشرات وإبداع الحشرة، هناخد النهاردة درس شيق وممتع، وهو الأطوار الغير كاملة في الحشرة. اتكلمنا الحلقات السابقة عن التشكل والتكاثر في الحشرات. الطالب اللي ذاكر معايا التكاثر في الحشرات والتشكل هيفهم أنا بتكلم على إيه النهاردة. خلينا فاكرين الحلقة اللي فاتت إن إحنا قلنا عندي تطور أو تشكل تام، افتكر الحتة دي، وكنا بنقول في التام بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة، بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة. طب الغير تام حد يفكرني بيه كده؟ كنا بنقول بينقسم الى حاجتين، تدريجي وناقص، وقلنا ان التدريجي والناقص بيضة حورية حشرة كاملة. لا ده انت ما ذكرتيش لا يرقة ولا عذراء ولا الكلام ده كله. إذا التطور أو التشكل أو التحول زي ما اتفقنا في الحلقة السابقة هما نفس الكلمة، تشكل هو التطور هو التحول. طب تعالوا نشوف التشكل التام أو التطور التام كان بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة. بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة. اللي أنا بقوله ده أهو هقول النهاردة ده الأطوار الغير كاملة بستثني الحشرة الكاملة. يبقى الأطوار الغير كاملة البيضة اليرقة العذراء، وقابلنا حاجة اسمها طرمة قبل العذراء وده هقوله النهاردة، وقابلنا حاجة اسمها الحورية. نرجع بالذاكرة شوية ونقول التشكل الغير تام كان بينقسم إلى تدريجي وناقص، ونوهت الحلقة اللي فاتت إن الاتنين كانوا بيضة حورية حشرة كاملة. أمال الاختلاف كان في إيه؟ في حالة التدريجي إن الحورية والحشرة الكاملة بيعيشوا في نفس الوسط، يعيشوا في نفس المكان، إلا إن ده أصغر حجما وده أكبر حجما زي الصرصور زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. انتقلنا لنقطة تانية وكانت الناقص زي حورية الرعاش، الحورية بتعيش في وسط مخالف تماما للأم، للحشرة الكاملة، تعيش الحورية في الماء وتعيش الحشرة الكاملة على الأرض. كل اللي انا بقوله ده تمهيد لحلقه النهارده. حلقه النهارده بيقول لي الاطوار الغير كامله للحشره. الاطوار الغير كامله اللي هي انا اقصدها ايه بقى؟ البيضه، اليرقه، العذراء، ما اقولش الحشره الكامله. وهزود طرمه قبل العذراء، وهزود حاجه اللي هي الحوريه اللي موجوده في التطور التدريجي والناقص. اوعوا تروحوا مني بعيد، عايزاكم تركزوا معايا كويس قوي في الاطوار الغير كامله. اول حاجه هتقابلني في الاطوار الغير كامله وهي البيضه، طور البيضه. لما اقول طور ما نستغربش، انا بسمي طور البيضه، طور اليرقه، طور العذراء، طور الحشره الكامله. هبدا باول حاجه وهي طور البيضه. اول طبعا ما الحشره بتحط البيض، بتضع بيض، هو ده اللي هيقابلنا اهو، اللي هو طور البيضة. هتكلم الأول عن الأطوار الغير كاملة. تتكون الأطوار الغير كاملة من زي ما أنا قلت البيضة، اليرقة، طور ما قبل العذراء، العذراء، وفي طور اسمه الحورية. تروحوش مني بعيد، بالأطوار الغير كاملة حد يفكرني بيها. بيضة، يرقة، طور ما قبل العذراء والعذراء والحورية اللي ذكرناها في التطور التدريجي والنقص. هاخد أول حاجة وهي طور البيضة. طور البيضة بيختلف حجم البيضة في الحشرات، بس المعتاد إن حجم البيضة بيكون صغير نسبيا، بيكون صغير. البيض له أشكال عديدة، قد يكون مستدير بيضاوي على حسب نوع الحشرة، وقد يكون مبطط، قد يكون قروي، ويوضع البيض إما فردي أو في مجموعات. خلينا نركز إن البيضة عادة حجمها صغير، ده اللي بتحدده الحشرة. بننتقل إلى شكل البيضة، منها شكل مستدير
وبيضاوي ومبطط وكروي. إما تضع البيض في حالة فردية أو في مجموعات زي ما هنشوف دلوقتي. إما هتضع البيض في حالة فردية أو في مجموعات. اللي بيحط بتضع البيض على هيئة كتل تحت سطح التربة. كتل تحت سطح التربة دي زي الجراد. عارفين حشرة الجراد يا أولاد؟ دي هندرسها بالتفصيل في تكملة الترم إن شاء الله. دي بتحط البيض بتاعتها، وخليكم فاكرين بتحطه في كتل تحت سطح التربة. ممكن تحطه في لطع. عارفين يا أولاد دودة ورق القطن؟ الناس اللي عايشين في الفلاحين راحوا حاجة اسمها اللطع بتاع دودة ورق القطن. اللطع دي بتوجد على السطح السفلي للورقة بتاعة القطن. فبيجيبوا كده وزارة الزراعة بتخلي أفراد بينقوا اللطع دي. اللطع دي موجودة تحت سطح اللطع، على السطح السفلي للأوراق كما في دودة ورق القطن، أو على سطح الماء زي البعوض. يبقى إما بتحط في كتل زي الجراد تحت الأرض، أو اللطع على السطح السفلي للورقة، أو على سطح الماء ودي زي البعوض. أو يوضع البيض في أكياس زي الصراصير. ساعات يا ولاد وإحنا بننظف في البيت بنلاقي في الشقوق والجدران بنلاقي كيس بيض للصرصار. ودي لو إحنا فاكرين أما جيت أتكلم عن وظائف الغدد الإضافية في الأنثى، كنت بقول بتفرز مادة تجعل الحشرة تضع البيض في المكان الذي تختاره، ونوهت للصرصور. خليكم فاكرين معايا الكلام ده. بيوضع البيض في أكياس كما في الصرصور وفرس النبي، أو يوضع داخل الثمار كما في ذبابة الفاكهة. ساعات أفتح ثمرة الفاكهة ألاقي جواها بيض لذبابة الفاكهة، ويوضع على الحبوب زي الخنافس والسول. النقطة اللي بعد كده، ده بعد أشكال بيض الحشرات، إن أنا قلت إن بتضعه في حالة فردية أو في مجموعات، قلت بتضعه في كتل تحت سطح التربة ودي زي الجراد، أو في لطع على السطح السفلي للأوراق ودي زي دودة ورق القطن، أو على سطح الماء كما في البعوض. تعالوا كده لنقطة تانية وهي طور اليرقة. البيضة قلنا إما فردية أو في مجموعات، حجمها صغير، شكلها كروي أو بيضاوي أو زي ما احنا قلنا. بتضع البيض إما في كتل أو لطع أو على سطح الماء. ما اختلفناش في البيض. هناخد تاني طور وهو طور اليرقة. طور اليرقة عندي مهم جدا يا ولاد، بيجي لي فيه شوية أسئلة مهمة وممكن يجي لي فيه رسومات. نركز على طور اليرقة. اليرقة هي الطور اللي هيطلع منين؟ من البيضة. يبقى أنا بقول دورة الحياة بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة. يبقى طور اليرقة هو الطور اللي هيخرج من عندي منين يا أولاد؟ من البيضة. هو الطور اليرقة هي الطور المبكر للنمو والذي يخرج من بيضة الحشرة الكاملة. طيب بتختلف اليرقة عن الحشرة الكاملة من حيث التركيب الداخلي والخارجي وسلوكها. أشكال اليرقات، ودي بتيجي في الامتحان. دي بتيجي في الامتحان. عندي يرقة أولية، نركز فيهم الأول وبعدين نشرح. يرقة أولية ودي تخرج من البيضة. الرأس ما فيهاش بتاع كرونست شعار، بتخرج يعني ايه أقل تطورا. يرقة أولية. اتنين، يرقة عديدة الأرجل اسطوانية. يعني لو قلت اسطوانية هي نفسها عديدة الأرجل. بعد كده يرقة محدودة الأرجل، وده أقسمها إلى منبسطة وجعالية، ويرقة عديمة الأرجل. وهقول ليه هي عديمة الأرجل؟ لأنها لا تحتاج إلى الأرجل، لأنها تعيش على مقربة من العائل وبعيدة عن الأعداء الحيوية. ما تروحوش مني بعيد. أنواع اليرقات قبل ما أشرحها، عندي يرقة أولية ودي مش مهمة قوي بس بنذكرها. يرقة عديدة الأرجل أو اسطوانية، وهنلاقي معظم الحشرات لما باجي أذكر. أنا بقول أنواع اليرقات ليه يا أولاد؟ لأن أنا لما باجي في الامتحان بجيب لك حشرة وأقول لك أذكر أنواع اليرقة فيها وأنواع العذرة نوع العذرة أيا كانت الحشرة. مثلا أجيب لك الجراب، أجيب لك دودة ورق القطن، أجيب لك الذبابة المنزلية، أجيب لك نحل العسل، واقول لك اذكر نوع اليرقه ونوع العذراء. يبقى انا عندي
انواع اليرقات، يرقة اولية، يرقة عديدة الارجل اسطوانية، يرقة محدودة الارجل، ودي بتيجي في الامتحان وهقول لكم السؤال هيجي فيها ازاي، وتنقسم محدودة الارجل الى منبسطة وجعلية، ويرقة عديمة الارجل تعيش على مقربة من غذائها زي ما هنشوف دلوقتي. اليرقة الاولية بتخرج اليرقة الأولية من البيضة وجميع الأجهزة الداخلية في حالة مبكرة للنمو، ده اللي أنا قلته دلوقتي، وتكون حلقات الجسم وخاصة البطنية منها غير واضحة، زوائد الرأس أثرية، زوائد الرأس أثرية، الصخور التنفسية معدومة، تنتشر هذه اليرقات في الحشرات الداخلية التطفل من رتبة غشائية الأجنحة، بيعتمد الجنين فيها على دم العائل كغذاء له. مش عايزه فيها حاجه اكتر من كده، ان هي خارجه لا فيها صخور تنفسيه ولا زوائد الراس اثريه، بتوجد في رتبه في الحشرات داخليه التطفل من رتبه غشائيه الاجنحه. بتتغذى ازاي؟ بتعتمد على دم العائل. انا كده مش عايزاكم تروحوا مني بعيد، انا خدت اليرقه الاوليه. تعالوا بقى للجمال في اليرقة، شوفوا أشكال اليرقات يا أولاد. اليرقة الأولية اهي، أما دي يرقة اسطوانية عديدة الأرجل، يرقة اسطوانية عديدة الأرجل. طب تعالوا كده لليرقة المنبسطة، جسمها مبطط من أعلى لأسفل زي ما هشرح دلوقتي. تعالوا شوفوا الجمال بتاع اليرقة المقوسة زي جعل الخوخ، بلاقيها بتاخد شكل حرف السي، مقوسة جعلية زي ما هنشرحها دلوقتي. طب خدنا الأولية، تعالوا نشوف اليرقة عديدة الأرجل، تخرج من البيضة أكثر نموا من اليرقة السابقة، يكون جسمها دائما اسطواني، وعشان كده في بعض الكتب بتسميها يرقة اسطوانية. يبقى اليرقة عديدة الأرجل بسميها ايه يا أولاد؟ يرقة اسطوانية. جسمها مقسم إلى حلقات واضحة، أرجلها الصدرية قصيرة ولها أرجل بطنية. المثال يرقات الفراشات وأبو دقيق. يعني أنا في الامتحان لو جيت عملت لك جدول وقلت لك أذكر نوع اليرقة في الفراشات، الطالب الشاطر سمعاه بيقول لي يرقة عديدة الأرجل أسطوانية. طب لو قلت أبو دقيق يرقة عديدة الأرجل أسطوانية، أنا عايزة نجيب ورقة وقلم ونعمل جدول ونذكر فيه نوع اليرقة اسطوانية عديدة الأرجل كما في الفراشات وأبو دقيق. أجي أحط لك الامتحان أقول لك أذكر نوع اليرقة في الفراشات، تقول لي يرقة اسطوانية عديدة الأرجل. أذكر نوع اليرقة في أبو دقيق، يرقة اسطوانية عديدة الأرجل. تعالوا نشوف الجمال اللي بعد كده، يرقة محدودة الأرجل. اليرقة محدودة الأرجل بيجي فيها جزء في الامتحان أكمل ما يأتي، أكمل ما يأتي، تكون الأرجل الصدرية أكثر وضوحا في اليرقة نقط، تكون الأرجل الصدرية أكثر وضوحا في اليرقة نقط، في اليرقة محدودة الأرجل. حتى ده عايزة نحط تحتها مليون شرطة عشان بتيجي في الامتحان أكمل. اليرقة محدودة الأرجل، الأرجل الصدرية فيها أكثر وضوحا. جاي في الامتحان يقول لي سؤال في سنة بيقول لي اليرقة اللي بيكون فيها الأرجل الصدرية أكثر وضوحا تسمى يرقة نقط، أقول له إيه؟ برافو عليكم، يرقة محدودة الأرجل. يرقة محدودة الأرجل أهم ما يميز هذا النموذج نمو الأرجل الصدرية إلى الحلقات المعروفة، وتكون الأرجل الصدرية هنا إيه يا أولاد؟ أكتر وضوحا. وبقسمها عند الحاجتين منبسطة وجعلية، منبسطة وجعلية. تعالوا نشوف اليرقة الجعلية. عارفين زي يرقات عائلة الجعال من رتبة غمدية الأجنحة زي جعال الخوخ، إيه اللي بيحصل؟ بتتميز إن جسمها اسطواني ممتلئ زي ما شفناها في الرسمة، الجسم اسطواني ممتلئ ومقوس على شكل حرف سي، عشان كده سميتها يرقة مقوسة، يرقة جعلية. يبقى لو قال لي اذكر نوع اليرقة في جعال الخوخ اقول له ايه يا اولاد؟ سمعاكم، برافو عليكم، يرقة جعالية او مقوسة محدودة الارجل. تعالوا لليرقة اللي بعد كده، اليرقة المنبسطة.
بتتميز بجسمها منضغط من اعلى الاسفل، البطن عديمه الارجل الاوليه ومقسمه الى حلقات وداحه زي يرقه اسد النمل. يبقى لو قالت اذكر نوع اليرقه في اسد النمل، برافو عليكم، يرقه منبسطه محدوده الارجل. ما تروحوش من بعيد، خدت اليرقه الاوليه، خدت اليرقه الاسطوانيه كما في ابو دقيق والفراشات، انتقلنا ليرقه بتتطوق بتكون فيها الارجل الصدريه اكثر وضوحا، وبركز عليها عشان بتيجي اكمل وصح وغلط، ان اليرقه محدوده الارجل بتكون فيها الارجل الصدريه اكثر وضوحا. اليرقه محدوده الارجل بتنقسم الى جعاليه ومقوسه. ننتقل لحتة جميلة، عديمة الأرجل دودية. عديمة الأرجل دودية بتتميز هذه اليرقة بانعدام الأرجل الصدرية والبطنية، يعني مش هتتحرك. أيوة مش هتتحرك، عشان كده بسميها باليرقة الدودية. باليرقة الدودية قليلة الحركة، فقيرة أعضاء الحس، زاد جلد رخو. ليه كل التحورات دي؟ بيجي سؤال علي يقول لي اليرقة عديمة الأرجل لا تحتاج إلى أرجل. ليه يا ولاد؟ لأنها تعيش على مقربة من العائل، عايشة جوه العائل، هتعوز رجل أرجل ليه؟ وبعيدة عن الأعداء، حامية نفسها وبعيدة عن الأعداء الحيوية زي يرقات نحل العسل والذبابة المنزلية. يرقات نحل العسل والذبابة المنزلية، اليرقات بتاعت نحل العسل هي عايشة جوه العائل، عايزة تتحرك ليه؟ يبقى عندي اليرقات، نقولها على السريع، يرقة أولية، يرقة عديدة الأرجل، يرقة محدودة الأرجل ولا تتميز بوضوح الأرجل الصدرية، يرقة دودية لا تحتاج إلى أرجل لأنها تعلم. اليرقة الدودية أو اليرقة عديمة الأرجل لا تحتاج إلى أرجل لأنها تعيش على مقربة من العقل. ننتقل لحتة جميلة، يبقى أنا قلت طور البيضة، طور اليرقة، وقسمت اليرقة عندي. اوعوا تنسوا يا ولاد، أولية، عديدة الأرجل، محدودة الأرجل، وعديمة الأرجل لعدم حاجتها إليها لأنها تعيش على مقربة من الغذاء بتاعها. ننتقل لطور ما قبل العذراء. في حشرات بتاخد اللي هو قريب من التام، فاكرين وأنا بشرح التشكل كنت بقول في قريب من التام بيضة يرقة، طور ما قبل العذراء، عذراء حشرة كاملة. بيضة يرقة، طور ما قبل العذراء، عشان كده قلت قريب من التام، لان التام برافو عليك، انا سامعاك بتقول لي ان التام بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة، لكن قريب من التام بيزيد فيه طور ما قبل العذراء. طور ما قبل العذراء، تعالوا نشوف الطور ده هو ايه. طور ما قبل العذراء بتمهد اليرقة البالغة للتحول الى طور العذراء. بتسكن اليرقة وتمتنع عن التغذية وتبدأ في بناء شرنقة أو خلية أو ما شابه ذلك لتحتمي بداخلها، ويصحب ذلك تغيير في شكل اليرقة فيتشوه جلدها وينضغط جسمها. اللي يهمني قوي 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 طور العذراء، يبقى أنا ركزت على طور اليرقة وقلت بيجي في رسم وبيجي في علل وبيجي في جدول إن أنا أقول لك أذكر اسم اليرقة. اوعوا تنسوا يا اولاد او تروحوا مني بعيد. يبقى اليرقه لوحدها جاي فيها كذا سؤال، بيجي فيها كذا نقطه في الاسئله، اما ارسم اليرقه الاسطوانيه، ارسم اليرقه الجعاليه، ارسم، او يجي يقول لي علل لا تحتاج اليرقه الدوديه او عديمه الارجل الى ارجل، وقلنا لانها تعيش على مقربه من العائل وبعيده عن الاعداء. قلنا اللي ممكن تيجي اكمل ان اليرقه محدوده الارجل، الارجل الصدريه فيها اكثر وضوحا من اليرقات الاخرى. هننتقل لحته شيقه جدا وهي العذراء. طور العذراء طور انتقالي ما بين اليرقه والحشره الكامله، يعتبر طور العذراء الطور اللي هتتحول فيه اعضاء اليرقه الى حشره كامله. ناخد طور العذراء، العذراء هي الطور الساكن، برافو عليكم، انما اليرقه كانت الطور المتحرك فيما عدا اليرقه عديمه الارجل. يبقى العذراء هي الطور ايه يا اولاد؟ الساكن الذي يلي طور اليرقه. جت في الامتحان العذراء اكمل ما ياتي،
العذراء هي الطور نقط، برافو عليكم، هي الطور الساكن الذي يلي طور نقط طور اليرقة. اوعوا تروحوا مني بعيد، درس شيق وممتع، وما زالت الحشرات بتبدعنا وبتعلمنا حاجات كتيرة جدا في عالم الحشرات. علمتنا ان في ليها انواع يرقات، علمتنا ان في انواع عذارة. تعالوا نشوف العذراء، الطور الانتقالي اللي هتتحول فيه اعضاء اليرقة الى اعضاء الحشرة الكاملة. العذراء هي الطور، جه في سنة قال لي اكمل ما يأتي. العذراء هي الطور نقط، برافو، الساكن الذي يلي طور نقط اليرقة او ما طور ما قبل العذراء في الحشرات ذات التشكل الكامل. ويعتبر هذا الطور زي ما انا قلت طور انتقالي تتحول فيه كل اعضاء اليرقة الى اعضاء الحشرة الكاملة، الى اعضاء الحشرة الكاملة. خلينا فاكرين اليرقات كانت يرقة اولية عديدة الارجل، محدودة الارجل، عديمة الارجل. تعالوا نبص على العذراء، ايه الجمال ده في انواع العذارة، انواع العذارة. بص يا اولاد، قبل ما اشرحهم هقول لكم حاجة جميلة. عندي ثلاث انواع من العذارة، عذراء حرة، عذراء مكبلة، عذراء مسطورة. كل اسم هيدل على نوع العذراء بتاعته. ازاي؟ عذراء حرة، انا كده حرة، ايديا بتتحرك ورجليا انا حرة. اذا العذراء الحرة هي العذراء الذي يكون فيها الارجل والاجنحة وقرون الاستشعار حرة الحركة. كده انا ذاكرت ما ذاكرتش؟ العذراء الحرة هي التي يكون فيها الأرجل والأجنحة وقرون الاستشعار حرة الحركة من غير ما ذاكر. طب تعالوا كده للمكبلة، أنا حرة بس أنا إيه حد كبلني، حد ربطني، هي دي العذراء المكبلة زي ما أنا هشوف تعرفها. بس بصوا للخطوط البارزة اللي على الجسم بتاعتها كده علشان دي أنا هعوزها لوقتي. طب تعالوا بقى للمسطورة الجميلة دي، انا اصل حر بس سطرت نفسي بجلد الانسلاخ اليرق الاخير، اصلها حر ولكن تختفي داخل جلد الانسلاخ اليرق الاخير، عشان كده قلت عليها مسطورة. مسطورة، تعالوا كده نبص على الجمال ده، انواع العذراء، عذراء حر زي ما انا قلت اهو، فيها اجزاء الفم وقرون الاستشعار والاجنحة والارجل حرة الحركة، حرة الحركة زي غمدية وغشائية الأجنحة. يبقى أنا لما أجي أقول لك رتبة غمدية الأجنحة نوع العذراء الموجودة فيها، برافو عليكم، عذراء حرة. رتبة غشائية الأجنحة نوع العذراء الموجودة فيها، عذراء حرة. يبقى العذراء الحرة هي العذراء الذي يكون فيها أجزاء الفم وقرون الاستشعار والأجنحة والأرجل حرة الحركة. جه في سنة في الامتحان قال لي اذكر نوع العذراء، هي العذراء الذي يكون فيها أجزاء الفم وقرون الاستشعار والأرجل والأجنحة حرة الحركة، برافو عليكم، هي العذراء الحرة. تعالوا بقى للجمال الثاني، العذراء المسطورة أو المستترة، أنا أصل حر بس لبست حاجة سترتني، أصلها حر ولكن تختفي داخل جلد الانسلاخ اليرق الأخير، اصلها حر ولكن تختفي داخل جلد الانسلاخ اليرق الاخير زي الذبابة المنزلية. الطالب الشاطر اللي هيقول لي نوع اليرقة في الذبابة ونوع العذراء، برافو عليكم، نوع اليرقة عديمة الارجل، انما نوع العذراء حرة، نوع العذراء مستترة او مسطورة، مستترة أو مسطورة. يبقى نعمل في الجدول إيه يا أولاد؟ الذبابة المنزلية نوع اليرقة نوع العذراء، برافو عليكم، عشان لما أجي أذاكر أيام الامتحانات أبقى فاهم أنا بعمل إيه. يبقى العذراء المسطورة أصلها حر ولكن تختفي داخل جلد الانسلاخ اليرق الأخير. تعالوا بقى للمكبلة، بتلتصق الزوائد السابقة اللي هي إيه؟ برافو عليكم، أجزاء الفم والقرون الاستشعار والأرجل والأجنحة تلتصق بجسم العذراء بواسطة إفراز يتكون أثناء الانسلاخ اليرق الأخير، بس ما بتضاد الزوائد دي لا تتضح، ولكن يوجد خطوط بارزة
على الجسم بتدل عليها. برافو عليكم، شفتوا الرسمة اللي أنا كنت موريها لكم دلوقتي؟ بصوا للمكبلة في خطوط بارزة بتدل على مكان وجود هذه الأعضاء اللي هي أجزاء الفم وقرون الاستشعار والأرجل والأجنحة. متروحوش مني بعيد، خدت دلوقتي أنواع اليرقات وأنواع العذارة، وبيجي منهم في الامتحان جزء كبير جدا. ممكن يجي يقول لي باين بالرسم عذراء مستورة، باين بالرسم عذراء حرة، باين بالرسم عذراء مكبلة، أكون مدرب إيدي عليهم. يبقى أنا كده دلوقتي العذراء العذارة واليرقات مهمين جدا. يبقى أنا خدت طور البيضة، انتقلت بعد ذلك إلى طور اليرقة وخدنا منه أنواعه وبتيجي في الامتحان إزاي. طور العذراء، ويعتبر طور العذراء هو الطور الساكن، إذن اليرقة طور متحرك. تيجي أكمل في الامتحان نقط، هي الطور الساكن في الحشرة والذي يلي طور نقط. يبقى العذراء هي الطور الساكن والذي يلي طور اليرقة، ويعتبر طور انتقالي تتحول فيه كل أعضاء اليرقة إلى الحشرة الكاملة. أنواع العذارة زي ما احنا قلنا حرة ومستورة ومكبلة. تعالوا بقى للشرنق. الشرنقة ايه؟ غطاء بيحمي العذارة، غطاء بيحمي العذارة من هجمات الأعداء. تتكون من مادة حرارية تفرزها الغدتين الموجودين في الشفة السفلى كما في يرق دودة الحرير، وقد تصنع اليرق قبل تحولها إلى عذراء خلية من فتات خشب، فتات الخشب كما في نخرات الأخشاب، أو من الطين كما في الدود القاردة، لتختفي بداخلها أثناء طور العذراء. تعالوا بصوا بقى الحرية. أنا قلت الحرية دي هل هي موجودة في التطور التام؟ برافو عليكم، مش موجودة في التام، لأن أنا قلت التطور التام بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة. طب القريب من التام بيضة يرقة طور ما قبل العذراء عذراء حشرة كاملة، لكن الحرية هلاقيها في إيه يا ولاد؟ في التطور القريب اللي الغير تام اللي هو التدريجي والناقص. قلت التدريجي بيضة حرية حشرة كاملة، والناقص بيضة حرية حشرة كاملة. إيه الحرية؟ الحرية طور قريب الشبه من الحشرة بطورها الكامل، تخرج من البيضة في طور متقدم من النمو، وتتشابه الحورية مع الحشرة الكاملة ولا تختلف عنها إلا بعدم اكتمال نمو كل من الأجنحة وأعضاء التناسل. أهم ما يميز الحورية عن اليرقة نتوءات الأجنحة الخارجية والعيون المركبة. تعالوا نشوف يعني إيه جيل، الحتة دي مهمة جدا وبتفيدني في الحشرات بتاعت سنة تالتة. عارفين الجيل هو ايه يا ولاد؟ المدة التي تأخذها الحشرة من البيضة للبيضة، أي حتى تصبح حشرة كاملة. نفهم الحتة دي ازاي؟ أنا دلوقتي المدة من أثناء الحشرة محطة بيض إلى أن تضع البيضة حشرة مرة أخرى بيض، بمعنى ايه؟ هي المدة أو الوقت اللي بتاخده الحشرة من البيضة إلى البيضة، أي حتى الحشرة الكاملة، وحتى الحشرة الكاملة دي ما تحط أول بيضة تانية. نقولها تاني، الجيل المدة اللي هتستغرقها الحشرة من أول ما تضع بيضة إلى أن تصبح حشرة كاملة، والحشرة الكاملة تضع أول بيضة مرة أخرى، ده بسميها الجيل. ده بسمي وهتفيدني جدا في الدبلوم في ازاي اكافح الحشرات، وهل ينفع معاها دورة زراعية، وهل ينفع معاها حاجات كتير جدا. ده اللي هنشوفه بالتفصيل في سنة تالتة. قد تكون للحشرة جيل واحد زي حشرة اسمها خنفساء الجابر، دي من حشرات الحبوب المخزونة اللي هناخدها بالتفصيل في الدبلوم، لها جيل واحد فبالتالي سهل مقاومتها مكافحتها، أو سبع أجيال كما في دودة ورق القطن. وتبتدي أكمل، دودة ورق القطن لها قد إيه؟ سبع أجيال، سبع أجيال. طيب هل يصلح مع دودة ورق القطن دورة زراعية؟ لا، لأنها لها سبع أجيال، إن كفحتها على القطن بتطلع على البرسيم على الخضر على الفاكهة وكذلك. تعالوا نبص للأخطر، إن المن عندي له 50 جيل، 50 جيل. ايه الجمال ده يا ولاد؟ ايه الجمال في عالم الحشرات؟ في حشرة ليها جيل واحد،
في السنة اللي هو قنطسي الكاتل. في حشرة لها 7 أجيال زي دودة ورق القطن اللي اتكلمنا عنها، في حشرة لها 50 جيل اللي هي زي المن. تعالوا بقى نتكلم في الانسلاخ في الحشرة. انا عايزة اوضح حتة مهمة جدا يا ولاد، هل انا في الابتدائي حجمي زي الاعدادي زي الثانوي زي الجامعة زي ما اكون كبير زي ده وخلافه؟ لا، الحشرة عندي لو احنا فاكرين لما كنا نتكلم في تركيب الجسم بتاعها قلنا بتتركب جدار الجسم هيكل شيتيني قوي. هل انا دلوقتي جايبة حديد ومكبلة به الحشرة متغطية به، هل هتقدر تتمدد؟ هل هتقدر تقوم بعملية انسلاخ عشان تساير زيادة الحجم؟ لا، الحشرة عندي عايزة تنسلخ عشان جسمها زاد، فبالتالي عايزة انوه ان الحشرة الكاملة لا تقوم بعملية الانسلاخ. ولكن هنشوف دلوقتي مين اللي هيقوم بعملية الانسلاخ. الحرية واليرادة. الانسلاخ في الحشرة هو تغيير الجلد القديم بآخر أوسع منه جديد. تغيير الجلد القديم بآخر أوسع منه جديد ليه؟ نظرا للنمو المستمر للحشرة، نظرا للنمو المستمر للحشرة وعدم تمكن الجلد القديم من التمدد ومسايرة هذه الزيادة. ده اللي أنا بقوله، الحشرة اللي الحرية بتكبر، اليرقة بتكبر، وهي جسمها من بره مغطى بهيكل شتيني قوي، هل هتقدر تتمدد؟ عملية الانسلاخ عشان أغير جلد الحشرة القديم بآخر أوسع منه عشان أواكب الزيادة بتاعت حجم الحشرة. طيب الحتة اللي أنا قلتها، طالما الحشرة وصلت لمرحلة الحشرة الكاملة، طالما هي تقوم بعملية الانسلاخ طالما هي غير كاملة، أما إذا وصلت إلى طول الاكتمال خاصية النمو بتقف، خاصية النمو المرتبطة بالانسلاخ تقف. عايزين أكتر من كده يا ولاد؟ يعني طالما الحشرة وصلت للطور الكامل لا تقوم بعملية الانسلاخ. تعالوا نبص للجمال بقى كده، أدا تركيب الجليد ودورة الانسلاخ. تعالوا نبص ميكانيكية الانسلاخ بتعمل ايه. الحشرة بتبتلع كمية مية وهواء داخل المعدة، تبتلع الحشرة كمية من الماء والهواء، وبالتالي حجمها ايه؟ زاد. الحشرة تبتلع كمية من الماء والهواء داخل الماء، الى جانب تقلص العضلات وضغط الدم يتمزق الجلد القديم في منطقة الصدر يا ولاد والرأس. عايز اقول لكم ان في منطقة ضعيفة اسمها درز الانسلاخ، درز الانسلاخ، درز الانسلاخ. الدرز الانسلاخ ده موجود في منطقة الرأس والصدر. الحشرة بتيجي تعمل ايه؟ تسكن الحورية او اليرقة تسكن وتبتلع كمية من الماء والهواء، وبالتالي حجمها بيزيد، بيحصل لها بزيادة في ضغط الدم، وبالتالي بتضغط على منطقة الصدر. في حاجة اسمها درز الانسلاخ موجود في منطقة الرأس والصدر، بتضغط على اللي موجود في منطقة الصدر الأول، فتبدأ الحشرة تخرج من منطقة الصدر، دي منطقة ضعيفة اللي هو درز الانسلاخ، ثم يليها منطقة الرأس وتخرج باقي الأعضاء اللي هي كرول الاستشعار وكذا وكذا زي ما احنا فاهمين، ثم المنطقة السفلى اللي هي منطقة البطن، وتخرج الحورية عندي بجلدها الجديد، بالجلد الجديد تاركة الجلد القديم وراءها، وطبعا الجلد الجديد بيكون ناصع البياض. متروحوش مني بعيد. الانسلاخ ان الحشرة عندي بتنسلخ عشان تواكب الزيادة في جسمها، لان هي بتزيد، فبالتالي جدار جسمها من البرة هيكل شيتيني قوي ما هتقدرش تتمدد. فزي انا في الابتدائي ما اعرفش البس هدوم، وانا في الاعدادي ما اقدرش البس هدوم الابتدائي، وانا في الثانوي ما اقدرش البس هدوم الاعدادي، وهكذا. الحشرة بتقوم بعملية الانسلاخ دي عشان تواكب الزيادة في الجسم بتاعها. بتعمل ايه؟ باختصار بتبتلع كمية من الماء والهواء،
يحدث تقلص في العضلات وزيادة في ضغط الدم تضغط على المنطقة الضعيفة اللي هي درز الانسلاخ الموجود في منطقة الصدر أولا ثم منطقة الرأس، ويخرج باقي أعضاء منطقة الرأس ثم منطقة البطن، وتخرج تاركة الجلد القديم وراءها، وبيكون لونها بالجلد الجديد أبيض ناصع البياض. زي ما احنا قلنا، فعندما تريد الحرية أن تتخلص من جلدها القديم بعد تكوين الجلد الجديد، تخرج صدرها أولا عن طريق هذا الشق، ثم تسحب نفسها إلى الخلف قليلا حتى تخرج الرأس أيضا، بعد ذلك تسحب الحشرة وزوائدها وأطرافها وسحب منطقة البطن في نفس الوقت، وعندئذ يتم خروج الحشرة الكاملة بجلدها الجديد تاركة الجلد القديم زي ما أنا قلت الذي يأخذ شكل الحشرة تماما. طيب، انا درست الانسلاخ، درست الاطوار الغير كامله، وقلت بيضه، يرقه، عذراء، ترمى قبل العذراء، حشره كامله، وعايز انوه للمره المليون ان التطور التام او الكامل بيضه، يرقه، عذراء، حشره كامله. التطور قريب من التام بيضه، يرقه، ترمى قبل العذراء، عذراء، حشره كامله. التطور الغير تام او الغير كامل بينقسم عندي الى تدريجي وناقص، وده اللي بلاقي فيه الحريه. عشان كده لما خدت الاطوار الغير كامله، خدت البيضه، اليرقه، العذراء، ترمى قبل العذراء، وخدت الحريه، وخدت يعني ايه شرنقه ويعني ايه جيل. قلت الجيل هي المده المقضيه من البيضه الى البيضه، يعني من وقت ما تضع بيض حتى تتحول الى حشره كامله، والحشره كامله تضع بيض مره اخرى. وقلنا في خنفساء الكاد الجيل واحد، ولكن في دودة ورق القطن 7 أجيال، وفي المن 50 جيل. انتقلنا بعد ذلك إلى نقطة الانسلاخ، واتكلمنا عنها، والانسلاخ كان شيق جدا، ازاي الحشرة بتواكب الزيادة في جسمها وبتعمل ايه بالظبط. هنيجي لحتة مهمة جدا، وهي البيات والسكون في الحشرة. البيات والسكون في الحشرة. الوقت عايز اقول لكم ان الحشره اذا انخفضت او ارتفعت درجات الحراره بتقوم بعمليه بيات. اذا كان نتيجه انخفاض درجات الحراره بسميه بيات شتوي، طب نتيجه الارتفاع بيات صيف. بيات صيف. تعالوا نشوف الحشره بتقوم بعمليه البيات ده ليه. الحشره حيوان لا فقاري، الحشره حيوان لا فقاري من ذوات الدم البارد. يعني ايه ذوات الدم البارد؟ اي تتوقف درجة حرارة اجسامها على الوسط اللي بتعيش فيه. ايه يا ولاد الحلاوة اللي في عالم الحشرات دي؟ عالم الحشرات كل يوم بيتحفنا بحاجة جديدة وشيق بتخليك تقرأ اللي بعده. النهاردة بنقول ان الحشرة بتقوم بعملية بيات وسكون. البيات ده نتيجة لأن الحشرة حيوان لا فقاري من ذوات الدم البارد، يعني درجة حرارة أجسامها بتتوقف على درجة حرارة الوسط الذي تعيش فيه. طب إزاي؟ وعلى ذلك الحرارة لها تأثير واضح على نمو الحشرة ونشاطها. لكل أي أن لكل حشرة وأطوارها المختلفة منطقة حرارة مثلى، تليها مناطق حرارة أعلى ومناطق حرارة أقل، عشان وبالتالي عندها نشاط الحشرة حيث ينتهي الأمر بموتها. إذا درجة الحرارة زادت أو قلت بينتهي بموت الحشرة. طب تعالوا نشوف كده، هيجيلي في الامتحان منطقة الحرارة المثلى. المثلى اللي هي المنطقة التي يبلغ عندها نشاط الحشرة أقصى، يعني تضع بيض، تضع فيه أكتر كمية من البيض ودورة الحياة بتاعتها في مدة أقصر. يبقى درجة الحرارة، منطقة الحرارة المثلى هي المنطقة التي يبلغ عندها نشاط الحشرة أقصى، فتضع الأنثى أكبر عدد من البيض، وكذلك يتم البلوغ ودورة الحياة في مدة أقصر. منطقة الغاشية الوقتية مهمة، وفيها تصاب الحشرة بغاشية وقتية بسبب ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة عن الدرجة المثلى. بتصاب الحشرة، افهموا الحتة دي، منطقة الغاشية الوقتية، بتصاب الحشرة بغاشية وقتية بسبب ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة عن الدرجة المثلى. طيب، منطقة الهدوء أو البيات اللي أنا بقصدها،
منطقة الهدوء أو البيات. البيات وفيها يتوقف نشاط الحشرة توقفا طويلا، حيث تقل فيها معدلات النشاط كالتنفس والإفراز والتكاثر والتحول الغذائي والحركة إلى أدنى معدل ممكن. يعني هنا بتتوقف نشاط الحشرة، وهنشرح البياد دلوقتي بالتفصيل، سواء كان بياد صيفي أو بياد شتوي، وإزاي بتقوم بتخزين الغذاء وبتقلل كمية المية من جسمها عشان تقدر يحصل لها بياد، سواء بياد صيفي أو بياد شتوي. منطقة الحرارة أو البرودة المميتة، وفيها تقضي درجة الحرارة العالية أو البرودة على حياة الحشرة تماما. وفيها تقضي درجة الحرارة العالية أو البرودة القوية على حياة الحشرة تمام. تعال ناخد البيات. البيات في الحشرات ظاهرة بتتميز بيها الحشرة، وتحدث عندما تتغير الظروف الجوية، إذا ارتفعت أو انخفضت درجات الحرارة، فتسكن في أحد أطوارها وتمتنع عن الحركة وعن تناول الغذاء. الحشرة بتيجي نتيجة ارتفاع أو انخفاض الحرارة، بتيجي في أحد أطوارها سواء كانت بيضة أو حورية أو يرقة أو عذراء، وتقوم بعملية البيض. بتسكن في أحد أطوارها وتمتنع عن الحركة وعن تناول الغذاء، وتعيش على مخزنته، بتكون مخزنة مواد في أجسامها، مواد دهنية قبل أن تلجأ إلى الهدوء. وفي الوقت نفسه بتنخفض معدلات العمليات الحيوية كالتنفس والإفراز والتكاثر إلى درجة تقرب من عدم النشاط بالمرة لهذا النوع من الهدوء. البيات أو الهدوء نتيجة انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة، بتيجي الحشرة تسكن في أحد أطوارها وتمتنع عن الحركة وتمتنع عن تناول الغذاء، وتعتمد عن الكمية اللي خزنتها من مواد دهنية، وتلجأ إلى الهدوء. والعمليات بتاعتها سواء تكاثر أو العمليات بتاعتها الحيوية كلها، تنفس أو تكاثر أو إخراج، بتصل إلى درجة تقرب من عدم النشاط بالمرة. بيقسم عند البيات إلى بيات صيفي وبيات شتوي. الطالب الشاطر اللي هيقول لي متى تلجأ الحشر إلى البيات الصيفي ومتى تلجأ إلى البيات الشتوي. طبعا البيات الشتوي نتيجة انخفاض درجات الحرارة، مش محتاجة مذاكرة. البيات الشتوي تمضي بعض الحشرات فترة هدوء أو خمول في فصل الشتاء، بسميه هدوء أو خمول في فصل الشتاء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة. طيب قد تدخل الحشرة في البيات الشتوي قبل برودة الجو بوقت طويل. العوامل التي تساعد على دخول الحشرة في البيات الشتوي عموما، عدم توفر الغذاء أو انخفاض درجات الحرارة. يبقى البيات الشتوي ناتج عن ايه يا ولاد؟ عدم توفر الغذاء وانخفاض درجات الحرارة. تعالوا نبص، تمضي الحشرة فترة بياتها الشتوي على صورة بيض أو يرقات أو عذارة أو حوريات أو حشرة كاملة. الحتة دي مهمة، تيجي أكمل في الامتحان. تمضي الحشرة فترة بياتها الشتوي على هيئة نقط أو نقط أو نقط أو نقط. طالب الشاطر هيقول لي على هيئة بيض أو يرقة أو عذراء أو حورية أو حشرة كاملة حسب الأنواع. وتهيئ الحشرة نفسها قبل الدخول في البيات الشتوي بالعمل على تخزين الغذاء في جسمها، وبالتخلص من أكبر قدر من الماء الموجود بجسمها وتحويله إلى ماء غير حر، بيساعدها على تحمل درجات البرودة الشديدة. الحتة دي يا أولاد مهمة جدا، إن الحشرة إذا حست بانخفاض درجات الحرارة سواء كانت بيضة أو يرقة أو عذراء أو حشرة كاملة أو حورية، بتقوم تيجي بتخزن شوية مواد دهنية وتمتنع عن الحركة، تمتنع عن تداول الغذاء، العمليات الحيوية بتاعتها كالإفراز والتكاثر و بتقل إلى أقصى من معدلاتها قد تنعدم، وتعمل الحشرة على تخزين الغذاء في جسمها بالتخلص من وتتخلص من أكبر قدر من الماء، وتحول الماء الموجود فيها إلى ماء غير حر، يساعدها على تحمل درجات الحرارة. يبقى البيات الشتوي نتيجة انخفاض درجات الحرارة. تمضي الحشرة بيات شتوي في صورة بيضة، يرقة، عذراء، حشرة كاملة، حورية.
بتمتنع عن الحركة وعن تناول الغذاء، وبتخزن مواد دهنية، وبتحول الماء الموجود في جسمها إلى ماء غير حر عشان تستفيد منه عند انخفاض درجات الحرارة. البيات الصيفي، الطالب الشاطر اللي يشرح البيات الصيفي. أنا قلت البيات الشتوي نتيجة انخفاض درجات الحرارة، طب البيات الصيفي؟ برافو عليك، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بيصبح الجو جاف، تدخل بالبيات الصيفي لكي تتمكن من البقاء حية طول فترة الجفاف والظروف الغير ملائمة، إلى أن تتحسن عوامل البيئة المحيطة بها فتستعيد نشاطها. وبنوه برضو أن البيات الصيفي بيكون في صورة بيضة، يرقة، عذراء، حشرة كاملة وحورية. يبقى البيات الشتوي نتيجة انخفاض درجات الحرارة. ممكن اجي اقول لك اكمل، عند انخفاض درجات الحرارة تلجأ الحشر الى نقط البيات الشتوي، عند ارتفاعها البيات الصيفي. تقضي فترة البيات الصيفي او الشتوي على هيئة بيضة، يرقة، عذراء، حشرة كاملة وحورية. السكون في الحشرات، يبقى انا قسمت بيات وسكون. السكون كان ناتج لعوامل البيئة، درجة الحرارة انخفضت او ارتفعت فلجأت الحشرة الى البيات، سواء كان ارتفاع درجات الحرارة يبقى بيات صيفي، انخفاض درجات الحرارة يبقى بيات شتوي. تعالوا بقى للنوع الثاني وهو السكون. لا، ماليش علاقة بالعوامل، ليه علاقة بالعوامل الفسيولوجية والوراثية داخل الحشرة. ايه ده؟ هناك نوع ثالث من الهدوء تسببه عوامل فسيولوجية أو وراثية، زي ما أنا قلت فسيولوجية أو وراثية، تضطر الحشرة معه إلى الهدوء رغم توفر وملائمة الظروف البيئية. إيه الحتة الحلوة دي يا ولاد؟ يبقى البيات كان نتيجة ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، لا لا، ده السكون ده بقى مزاجها هي، ما في العوامل كلها متاحة وكويسة، بس هي عايزة نوع من الهدوء اسمه السكون، بتسببه عوامل نقط ونقط فسيولوجية ووراثية، تضطر الحشرة معه إلى الهدوء رغم توفر جميع الظروف ودرجات الحرارة، ويطلق عليها السكون. بمعنى أن بعض الحشرات تدخل في دور السكون بالرغم من توفر الظروف البيئية الملائمة لنشاطها وتكاثرها. قد يكون هذا السكون في طورة بيضة أو يرقة أو حورية أو حشرة كاملة. يبقى البيات والسكون قد تكون على هيئة بيضة وحورية أو يرقة أو عذراء أو حشرة كاملة. البيات سواء كان بيات صيفي أو شتوي نتيجة ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، أما السكون لا، ده نتيجة لعوامل فسيولوجية أو وراثية رغم توفر الظروف البيئية. وقد تعزي هذه الظاهرة أسباب بقى السكون إيه يا أولاد، وممكن تيجي في الامتحان، نقص أو غياب مؤقت لبعض الهرمونات، نقص أو غياب مؤقت لبعض الهرمونات والعوامل الضرورية لاستمرار النمو أو إلى تجمع بعض المكونات الكيميائية في الجسم. الأمثلة الواضحة لعملية السكون، ودي هتفيدني في سنة تانية وفي سنة تالتة، وبتيجي سؤال علل دايما في الامتحان، وبتيجي في الدبلوم سؤال علل في سنة تالتة. من الأمثلة الواضحة على ذلك دوت اللوز الأورنفلين، بتسكن، ما قلتش بتعمل بيات، بتسكن اليرقة داخل البذرة أثناء قبل انتهاء الموسم، بتيجي جوه البذرة وتسكن. أقدر أكافحها إمتى يا ولاد الطالب الشاطر اللي هيقولي؟ أنا عرفت إن هي بتقوم بعملية سكون داخل البذرة، أجي أقضي عليها وأكافحها وهي في حالة السكون، في حالة الهدوء. ايه يا اولاد اللي استفدناه من عملية البيات والسكون؟ انا بتكلم ان الحشرة اذا ارتفعت او انخفضت درجات الحرارة بتقوم بعملية البناء البيات، سواء كانت بتقوم بيه في حالة بيضة او حورية او يرقة او عذراء او حشرة كاملة. قامت بعملية البيات، قامت بعملية السكون نتيجة لعوامل فسيولوجية او وراثية. طيب انا بدرس البيات والسكون ليه اصلا؟ انا بدرسه ليه؟ وسؤال بيجي في الامتحان وبيجي انا وجع دماغكم وعمال اقول لو الحشره انخفضت او ارتفعت درجات الحراره بيحصل لها بيات، سواء كان بيات صيفي او بيات شتوي. قلت تاني ان بتلجأ الحشره الى عمليه سكون او هدوء
دي ماليش دعوة بالعوامل البيئية، ولكن لي دعوة بعوامل وراثية وفسيولوجية. أنا بقول لكم الكلام ده كله ليه؟ عشان أقدر أكافح الحشرة، عشان أقدر أموت الحشرة دي، أعرف الوقت اللي الحشرة قايمة فيه بعملية بيات أو سكون وموتها. أنا لما باجي أموت أقابل عدو ليا، بقابله وهو في كامل القوة بتاعته ولا هو في حالة بيات أو سكون؟ وهو ساكت وهو هادي. إذا أنا بلجأ بشرح ليكوا عملية البيات والسكون عشان الأخطر إن أنا إزاي أقاومها. زي ما في الترم الأول شرحت أجزاء الفم وعلاقة أجزاء الفم بالمكافحة، أنا درست أجزاء الفم عشان أعرف أكافح الحشرة دي إزاي، درست الأجهزة عشان أشوف هيلاقيها طعم سامة ولا جهازية ولا سموم بالملامسة ولا ولا. طيب النهاردة سؤال مهم وبيجي في الامتحان، السؤال هنا عشان نبقى واضحين هيجي لي إما بصورة مباشرة: أذكر علاقة البيات والسكون بعملية المقاومة. يبقى أنا كده هو ريحني، أو هيجيب لي كل جزئية من اللي أنا هقولها الوقت زمان هقولها، أقول لي علل لما يأتي، علل لما يأتي. ضمنت هنا سؤال: العلاقة بين البيات والسكون في الحشرة مهم جدا. عندي رقم واحد بدرس تسخين، أول حاجة تنفيذ التوصيات التشريعية الخاصة. بيجي سؤال عندي في الامتحان يقول لي: علل ينصح بتسخين بذرة القطن قبل خروجها من المحالق على درجة حرارة 55 ل 58 لمدة 5 دقائق، وكذلك جمع اللوز العالق بالأحطاب. الطالب الشاطر هيقول لي: لمكافحة دودة اللوز القرنفلية. يبقى السؤال هنا هيجي لي: علل لما يأتي ينصح بتسخين بذرة القطن على درجة حرارة 55 ل 58 درجة مئوية لمدة 5 ل 8 دقائق لمكافحة دودة اللوز القرنفلية الساكنة في البذرة. وهسيبكم متشوقين للحلقة الجاية عشان نكمل البيات والسكون وعلاقته بعملية المقاومة، ايه اللي هيحصل بعد كده. خليكم فاكرين ان احنا وقفنا عند اول حاجة، وهي ايه يا اولاد؟ برافو عليكم، تسخين بذرة القطن على درجة حرارة 55 ل 58 درجة مئوية لمدة 5 دقائق لمكافحة دودة اللوز القرنفلية. اوعى ننسى، خدنا ايه النهاردة؟ المرة الجاية ان شاء الله هنكمل علاقة البيات والسكون بعملية المكافحة. كنت سعيدة باللقاء معاكم النهاردة، ويا رب نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.